قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري قدم وما زال يقدم الكثير للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطيني بالقاهرة. شكر للشعب المصري الشقيق مصر الشقيق الكبرى وللشعب المصري بكافة مكوناته. السياسية والحزبية والاجتماعية والنقابية وقواه الحية النابضة وللإعلام المصري أيضا الذي يحمل لواء الدفاع عن القدس والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وشكر خاص لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي من فك في كل مناسبة وكل منصة يتحدث فيها عن دفاعه وتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة في خطوط عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية